يا زوزو. زوزو. نعم يا شيخ أبو حسين. تعالي فضلا وليس أمرا. حاضر حاضر جاي. نعم يا شيخ. هلا 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 ومرحبا. استريحي اقعدي، اعتبري نفسك في بيتك في مكتبك. استريحي تفضلي. امرك يا شيخ. يسلمك يسلمك ما شاء الله، لا اله الا الله، يسلمك. استريحي اقعدي. حاضر. خذي هالورقة وهالقلم واكتبي خطاب، وإذا كتبتيه اطبعيه في مكتبك. من حبيتي اطبعيه عندي، ترى عندي طابعة وعندي كل شيء. وترى يا زوزو كل هالمكاتب لك. أمرك يا شيخ أبو حسين. لا تسميني شيخ أبو حسين، زوزو. شيخ معناه رجال كبير مثل أبو علي، أنا توني شباب. حاضر يا أستاذ أبو حسين. حلو حلو حلو. إيه ولو تسميني بعد حسونا كان عزيان. أمرك يا حسونا. شو بدك يعني أكتب يا حسونا؟ وش تكتبين وش تكتبين؟ إيه شو بدك يعني أكتب؟ وش تكتبين وش تكتبين؟ اكتبي اكتبي اكتبي. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى سعادة مدير البنك سلمه الله، نحن شركة أبو حسين وأبو علي، وخطابنا هذا طبعا هذا حطيتي هذا الحين. سوسو سوسو تعالي انا افداش. لانه ببليسه ده وش يبي؟ اشغلنا وش ده العله؟ بروح روحي بس ارجعي نكمل هذا خطابنا هذا. حاضر. خلي الاوراق والقلم عندي. غثة